قصة مريم. احنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف، نقول لعم عمه صديقية، عم عم صديقية، عم عم يعني عيسى ابن مريم، ادي عام الاولانية خلاص. مريم بنت عمران، عمران ابن ماثان، ادي عام عام خلاص. وبعدين ايه؟ سد سليمان، وبعدين داود، صديق سدا ايشي يا ياء مشددة، يا يعقوب الالف اسحاق، عشان نقدر نضبطهم. ما هنضبطها دي ازاي؟ طيب في عمرانين اتنين،